أهلا وسهلا بحضراتكم، فيديو جديد في قناة فاير تكنولوجي. معاكم المهندس أحمد الشربيني، أدير محاضرة رقم 3 اللي هنشرح فيها الديزاين أوبجكتيف من الكورس بتاعنا اللي هو الووتر سبراي فيكسد سيستم من الـ NFB 15، وبنشرح من الإديشن 2022. اتكلمنا احنا في المحاضرة، خدنا قبل كده محاضرتين، والنهاردة هنبدأ بقى نتكلم عن عملية الديزاين نفسها، هنستعمل النظام بتاعنا في الديزاين ازاي. اتكلمنا قبل كده عن ان النظام بتاعنا اللي هو الفيكسد سبراي سيستم، عفوا، الفيكسد سبراي سيستم بتاعنا هيقدر يعمل لنا حاجه من ثلاثه: يا اما اكستنجش، هيطفي لي حريق، او هيعمل لي كنترول على حريق، او عمليه الاكسبوجر بروتكشن. هنشوف هنقدر نصمم بيهم ازاي. لو هنعمل عمليه اطفاء لاي شيء هنلاقيه مذكور في البند 7.2، وهيتكلم فيه عن اطفاء الكيبل تري والكيبل ران والبلت كونفير اللي هي السيور الناقلة، اللي هو الموضوع مهم جدا. خطوط الإنتاج في المصانع والحاجات ديت بيتم حمايتها بالنظام ده. أما البند 7.3 عملية الكنترول، لو هنعمل كنترول على حريق فممكن يكون على بمبات أو كمبرسورات، وبالأخص كمان لو بتنقل سوائل أو غازات قابلة للإشتعال. كذلك عندنا الأحواض اللي فيها مواد قابلة للإشتعال، ممكن نعمل عليها كنترول أوف بيرنينج بالنظام ده. عملية الإكسبوجر بروتكشنز هتكون هنتكلم فيها عن الفيسلز اللي هي الأوعية اللي مقصود بها خزانات المواد القابلة للاشتعال، زي خزانات المواد البترولية والخزانات بتاعة الغازات والحاجات دي. فديت هي الفيسلز، الأوعية بشكل عام، أو حتى لو هي إكستشينجر أو أي شيء زي ده ممكن يطلق عليه فيسل. حاجة كمان اللي هي الاستراكشر والميسلينيوس إكويبمنت. الاستراكشر اللي هو لو عندي البناء المعدني نفسه معرض للحرارة، فممكن نستعمل معاه نظام الإكسبوجر بروتكشن. نقدر كمان نعمل اكسبوجر بروتكشن لو عندي كابلات او كيبل ران. خد بالك هنا الاكسبوجر بروتكشن، اما هنا مذكور في اكستنجوش، يعني نقدر نعمل اطفاء او اكسبوجر بروتكشن للكابلات زي ما هنشوف دلوقتي. الحاجه الاخيره هنا هي الترانسفورمرز، المحولات، وده موضوع مهم جدا ان شاء الله. طيب هنا نقطه مهمه جدا ومبدا اساسي في التصميم بتاع الانظمه ديت، ان النظام لازم يشتغل بدون اي تاخير. طيب ليه النظام بيشتغل بدون اي تاخير؟ ايه المقصود اساسا بكلمه تاخير؟ احنا عارفين ان احنا في الانظمه اللي معتمده على الديلوجات والحاجات دي كلها، لوحه الاطلاق اللي هي لوحه الانذار بتاعتنا بيكون فيها تايمر مثلا بنعمله بعد زون رقم 1 و2، يبدا يعد مثلا 20 ثانيه او 30 ثانيه، وبعدين يبدا يعمل ايه، عمليه الاطلاق للنظام بتاعنا. هنا الموضوع ده مرفوض. طب ليه العلامه ديت، علامه النجمه دي، بدل موجوده يبقى في شرح في الانكس اللي هو اي شرح بيبدا بحرف الايه. فهنا الشرح اللي في الانكس بيقول لك ايه، بيقول لك ان عشان النظام بتاعي يشتغل بشكل فعال، فبمجرد ما نظام الانذار يدي الامر لازم الميه توصل في خلال 30 ثانيه لكل الرشاشات. deliver of effective water لكل النزلات في خلال كام؟ خلال 30 ثانيه بس. ده الشيء اللي يمنعني ان انا احط اي تايمر جوه اللوحات ياخر العمليه ديت. عشان كده بيقول لك التايمرات ممنوعه في الموضوع. مش بس كده، كمان مضخة الحريق نفسها ممكن تاخد وقت عبال ما تقوم. مضخة الحريق اللي بيكون فيها تايمرات، بنخلي مثلا إن المضخة الكهربية لما يحصل انخفاض في الضغط تتأخر 10 ثواني عبال ما تدور. ليه؟ بنحاول ندي فرصة لمضخة الجوفي إنها تعوض، وبنعمل كمان تايمر للمضخة الديزل. فهنا برضو الموضوع ده ممنوع، بس التايمرات مهمة جدا لمضخة الحريق. عشان كده قال لك إيه، هنا الكود قال إن أنت لازم تحقق الموضوع ده من خلال التشغيل بتاع مضخات الحريق من خلال نظامك انت. يعني ايه مضخات الحريق؟ اللي يقول لي لو بصيت في الكتالوج بتاعها هتلاقي ان في مدخل في اللوحه، جوه اللوحه نفسه مكتوب عليه ديليوج. المدخل دوت ان انت تقدر تشغل لوحه مضخات الحريق من خلال النظام بتاعك بشكل مباشر، بدون انتظار لتايمرات وبدون انتظار لانخفاض الضغط في الشبكه. فالمطلوب هنا، لان احنا بنتعامل مع حرائق خطيره، حرائق لمواد قابله للاشتعال، ان احنا فورا نفتح النظام، المية توصل في خلال 30 ثانية، يبقى هنمنع أي تايمرات خاصة بلوحات الإنذار، هنخلي مضخة الحريق تشتغل فورا مع الدليوج. بمجرد ما الدليوج يفتح مفيش انتظار لانخفاض الضغط، المضخة لازم تدور من خلال وصلة كهربية ما بينهم. تمام، هنا بيكلمك بيقول لك إن المفروض إن النزلات بتاعتك تحقق أوفرلاب اللي هي تدخلات في الرش، يعني ما يكونش فيه أي مساحة على أي سطح مش متغطية. تمام، لأ، محتاج كل المساحات تكون متغطية، وتضمن كده من خلال تدخلات في عملية الرش اللي هي الأوفرلاب. بيكلمك هنا بيقول لك إن المسافات سواء فيرتيكال أو هورزونتال ما بين النزلات بالكامل لازم ما تعديش 3 متر.
لكن هيسمح لك تعدي 3 متر لو ليستد لكده، يعني لو مكتوب في الكتالوج بتاعها، لو النزل بتاعك ليستد ومكتوب في الكتالوج بتاعه انه اختبر لفوق ال 3 متر، ساعتها مسموح بكده. لكن لو مفيش معلومة واضحة في الكتالوج يبقى انت تلتزم ان هو ما يعديش 3 متر. بكلمك هنا ان النظام الواحد ما ينفعش يحمي اكتر من فاير اريا، ما ينفعش نحمي بنظام واحد اكتر من فاير اريا. يعني ايه الكلام ده؟ ودي معلومة مهمة جدا هنبص عليها دلوقتي، ده اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي. النظام بتاعنا ما ينفعش يحمي اكتر من فاير اريا علشان اقلل كمية الفلو اللي راح. احنا محتاجين ان المية توصل للرشاشات في خلال 30 ثانية. معنى كده ان انا لو عندي النظام بتاعي بيحمي اكتر من اريا، يعني هفتح انظمة كتير في نفس اللحظة، ساعتها المية مش هتوصل في خلال 30 ثانية لان النظام بتاعي يكون بقى كبير جدا. طيب كبير جدا او صغير جدا، يعني جدا معناها كام؟ لازم يكون في عندنا ليميت معين. فهنا كده قال لك ان انت بكل بساطة الانظمة الكبيرة هتزود لي الوقت بتاع نقل المية. عشان كده هو قال لك اعمل ليميت لاي نظام انه ما يعديش من 2500 لحد 3000 جي بي ام. بمعنى ان احنا في انظمة في النظام ده لو لقينا اي نظام هيعدي 3000 جي بي ام يبقى ساعتها نقسمه لاتنين، بحيث نحاول ان احنا ما نعديش 3000 جي بي ام. احنا في انظمة الرش العادية في السبرينكلر والحاجات ديت كنا بنقسمها زونات بناء على المساحة. مثلا في اللايت هازارد كانت المساحة 4000 وشوية، اكتر منها يبقى تقسم لاتنين زون، وهكذا في الاوردينري والاكسترا مستودعات 3000 وشوية. لكن هنا مش مقسومة على المساحة لكن مقسومة على كمية الفلو، لان انا عندي ليميت معين وهو التايم، لازم المية توصل في خلال 30 ثانية. طيب انا بالفعل عندي في النظام بتاعي اللي احنا بنتعامل معاه الفيكسد سبراي سيستم في اكتر من نظام هيفتحوا في نفس اللحظه، ده عكس انظمه الانظمه التقليديه بتاعه الرشاشات اللي احنا بنفترض ان الحريق هيحصل في مكان واحد. لكن هنا انا ما عنديش كده، انا هنا عندي افتراض ان الحريق لما يحصل في مكان، لاني بتعامل مع سوائل قابله للاشتعال، فوارد ينقل الحريق يتنقل لمكان تاني، فوارد ان انا محتاج اعمل اكسبوجر بروتكشن، يبقى انا محتاج افتح ميه في اكتر من مكان. فعشان كده بيقول لك خد بالك عدد الأنظمة اللي هتشتغل مع بعضها على طول هيكون محدد بالآتي، يعني بيحاول يديك تقدير ليك كمصمم انت هتقدر ازاي الأنظمة اللي هتشتغل مع بعضها. بيكلمك هنا على الـ possible flow of burning liquid، يعني لو انا عندي سوائل مقابلة للاشتعال ايه الحركة بتاعتها؟ لو الخزان بتاعي انكسر مثلا، بدأت السائل قابل للاشتعال ينزل ويتحرك على الأرض، ممكن ينقل الحريق لمكان تاني، فبالتالي لازم اكون حاطط الكلام ده بتقديري. تمام، يعني حركة الفلو بالنسبة حركة السائل قبل الاشتعال سواء قبل أو أثناء عملية الإطفاء. نقطة كمان اللي هو الفلو أوف هيت جازس، يعني لو حصل حريق الحركة بتاعة الغازات المشتعلة أو الغازات الساخنة الناتجة من الاشتعال هتأثر إزاي على اللي حواليا؟ زي إيه؟ تعال نبص في المثال ده. دي خزانات لغاز محطوطة جنب بعضها، لو حصل حريق من تحت حصل تسريب صغير هنا في الغاز، بدأ الغاز يطلع من هنا ويبدأ يشتعل، هتخرج الغازات الساخنة الناتجة للاشتعال بين الخزانين. معنى كده إن بين الغازات الساخنة خارجة بين الخزانين، يبقى أنا هحتاج أبرد الخزان ده وهحتاج برضو أبرد الخزان ده. يبقى ده مثال مثلا ليه إزاي هنحسب عدد الأنظمة. أكيد مش هحتاج أشغل كل دول في نفس اللحظة، لأ. طب افرض حصل من هنا، يبقى ممكن يكون ده أو ده. ده العملية ديت هنشوف هنتحكم فيها ازاي من خلال أنظمة المراقبة اللي هي الفاير ألارم بتاعنا على الخزانات. تمام، الفليمبل جاز ديتكشن، لو أنا عندي حساسات للغازات القابلة للاشتعال لازم نشوف هنوصلها ازاي مع بعضها بحيث نضمن ايه الأنظمة اللي هتشتغل. لأن في نفس المثال اللي هنا، لو أنا عندي حاطط حساس للغازات المشتعلة فوق كل خزان، هتبص تلاقي إن ده حس لما يحصل تسريب من الغاز، وده برضه حس لما يحصل تسريب من الغاز ممكن يحس، وبالتالي بنفس الطريقة هنبدأ نشغل الخزانين دول مع بعض. أقصى عدد مسموح بيه إنك تشغل الأنظمة ديت يدويا مع بعضها، لازم أنت كديزاينر تبقى عامل حسابك إن مثلا مش أكيد مش هسمح إن لو جه واحد شد لي المانيوال ريليز لكل الأنظمة تفتح مع بعضها، المضخة بتاعتي مش هتكفي والفلو مش هيكفي، فلازم يكون في ريستريكشنز على موضوع إن المانيوال ريليز للأنظمة ديت. طيب يعني ايه الكلام ده؟ تعالى ناخد المثال اللي قدامنا دوت ونبص عليه. المثال اللي قدامنا ان احنا عندنا تنكات فيها سوائل قابله للاشتعال، التنكات ديت حواليها الدايك وول اللي اتكلمنا عليه قبل كده، الجدار الحاجز، عشان ما يسمحش بيه انتقال المواد المشتعله لخارج الحيز ده، دي فاير اريا انا هتعامل معاها. جنب الخزانات ديت موجود بامبنج ستيشن، دي المضخات والضغط اللي هتنقل الحاجات للخزانات ديت، معدي من جنبها كيبل تري مثلا شايل كابلات مهمة جدا
فمحتاجين نشوف النظام ده هيشتغل ازاي. هنا هتلاقي ان الكود بيقول لك في الانكس ايه بعض الشروحات الاضافيه، ان انت مش لازم تبقى عامل حسابك ان كل الانظمه دي هتشتغل مع بعضها، لان اكيد اكيد معمول حساب ان في درين هيسحب بعض الحاجات زي ما هنشوف دلوقتي. يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك provide the floor drain is slope، يعني انا عندي هيكون في الدرين اللي موجود تحت الخزانات هيبدأ يحكم ان لو حصل تسريب هيفضل حوالين الخزان ده بس، ولو حصل تسريب هيفضل حوالين الخزان ده بس. كل خزان لازم الارضيه تكون مايله ناحيته بحيث انها تضمن ان التسريبات ما تمشيش تروح حوالين الخزانات التانية، وبالتالي لو انا اضمن حاجه زي كده خلاص مفيش عندي مشكله. تصميم الخزانات دي معتمد اساسا على الاطفاء بالفوم مش بالنظام بتاعنا. النظام بتاعنا هنا بيعمل حاجه اسمها الاكسبوجر بروتكشن، يعني لو انا عندي مثلا حصل حريق في الخزان ده، الاصل ان في نظام فوم هيفتح على الخزان ده، لكن انظمه الفيكسد سبراي الميه هتفتح مثلا على الخزان ده، والخزان ده الخزان ده لما يولع هيبدا يسخن جدا ويبدا يسخن اللي حواليه، فانا محتاج افتح على النظام على الخزان ده وافتح على الخزان ده، في حين الخزان ده بعيد جدا فبالتالي مش هيدخل في حسبتي. تمام كده. فالمثال بتاعنا احنا في حالة زي كده هنحسب الفلوس ازاي؟ هشوف مثلا ان انا كل خزان لوحده محتاج قد ايه عشان يحقق لي المطلوب. لقيت ان ده 450 جي بي ام عند 85 بي اس اي، ده 1000 عند 90 بي اس اي، ده 1000 عند 80، ده 1500 عند 100 بي اس اي. هنبدأ زي ما قلنا مثلا لو حصل حريق هنا يبقى الاثنين دول هيشتغلوا مع بعض، طب هنا يبقى الاثنين دول هيشتغلوا مع بعض. هنلاقي ان اقصى حالة هتحصل لي لو حصل حريق في الخزان ده هحتاج اشغل 1500 زائد ال 100 مع بعض، يبقى انا الفلو بتاعي هيكون 2500 جي بي ام للخزانين، وطبعا ده مقسوم على ديلوج لوحده هنا وديلوج لوحده هنا، واقصى ضغط طبعا هاخده اللي هو ال 100 بي اس اي مع بعض الاعتبارات التانية، ان انا لو عملت اعلى ضغط ساعتها ايه اللي هيحصل؟ ده كان محتاج 80 وعندهم هيطلع 1000 جي بي ام، بس انا حاليا بدات اعلي الضغط ال 100 عشان ده يشتغل، ساعتها ال 1000 دي مش هتكون 1000، وبالتالي يا اما هنحط اجهزه بريشر ريديوسنج فالف عشان اتحكم في الضغط انه ما يعديش 80 بي اس اي، او العب في اقطار المواسير بحيث ان انا اضمن ان ال 1000 دولت يفضلوا قريبين من القيمه بتاعتهم. هنشوف العمليه دي اثناء دراستنا للنقطه دي، هل متوقع ان انا محتاج اشغل الانظمه بتاعتي على هنا او هنا؟ اكيد لا، دي حاجه خارج الفاير اريا اللي انا شغال عليها. طب لو حصل العكس، لو حصل ان مثلا مجموعه المضخات دي حصل فيها حريق والكيبل تري اللي معدي من فوقها، يبقى انا لازم ابدا هنا افتح على مجموعه المضخات وافتح على الكيبل تري اللي فوقها عشان ما يولعش هو كمان، وبالتالي ديت هي الطريقه اللي احنا هنبدا نحاول نقدر بيها ايه الانظمه اللي هتشتغل مع بعضها في نفس الوقت. هنا الكود بيقول لك careful engineering judgment should be used to determine the يعني بيقول لك استخدم الحس الهندسي بتاعك بس بطريقة حريصة جدا عشان تحاول تقدر ايه التنكات اللي هتشتغل مع بعضها. طيب عملية الإطفاء، عملية الإطفاء ممكن تتم بالطرق الآتية. ممكن أول حاجة السيرفيس كولينج، نبرد الأسطح. حاجة تانية السموزرنج باي برودكت ستيم، إن إحنا ننتج كميات بخار كبيرة جدا تقوم تخنق الحريق فعليا. حاجة اسمها الإيميليوسيفيكيشن اللي هي الاستحلاب، ده ترجمة فعلية له هنشوف يقصد بيها إيه، والديليشن اللي هو التخفيف، وأذر فاكتورز. تعال نشوف كل حاجة من دولت هي إيه بالظبط. قبل ما نشوف عايز أقولك إن عملية الإطفاء الكود حدد إن هي هتحصل عند الريت بتاعي للدينستي من 15 لحد نص جي بي ام لكل فيت سكوير، فده هو اللي احنا هنتعامل بيه، ان احنا شغالين من 15 لحد نص جي بي ام لكل فيت سكوير، يعني تقريبا من 6 لتر لحد 24 نص لتر كل دقيقة لكل متر مربع يقوم يقدر يحقق لي عملية الإطفاء. قلنا عملية الإطفاء ممكن تتم من خلال السيرفيس كولينج. السيرفيس كولينج الكود قال لك انه لازم يتم بالكامل على السيرفس بالكامل، لو انا بحمي سطح معين لازم ارش عليه ميه، لكن خد بالك ان السيرفس كولينج الاطفاء بالسيرفس كولينج مش هيكون فعال مع الغازات او مع المواد القابله للاشتعال فعليا. طب يبقى مقصود بها ايه السيرفس كولينج؟ مقصود بيها لان لو عندي مثلا خشب او عندي منسوجات او عندي ورق مولع بدات ارش عليه ميه بشكل مباشر، انا بعمل عمليه سيرفس كولينج يقوم يطفي لي الحريق. طب ما ممكن اعمل الموضوع ده من خلال استخدام الرشاشات. هنشوف هنا في احنا شغالين ان في حاجات مش هينفع نستعمل فيها الرشاشات ولازم نستعمل فيها الفيكسد سبراي سيستم بتاعنا.
تاني حاجة هي السموثرنج باي ستيم برودكت. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اطفي حريق من خلال البخار. مش مقصود بيها هنا نظام الوتر ميست، ده حاجة تانية تماما، لكن مقصود بيها هنا ان انا لو عندي حريق او شيء متوقع منه انه ينتج كمية فاير كبيرة جدا، وبالتالي لو رشيت على مية والمية اتحولت لبخار بكمية كبيرة، ساعتها ممكن البخار يطفي لي الحريق. هنا الكود بيكلمك ان الكمية او الكثافة بتاعة النار لازم تكون sufficient عشان تقدر ايه جنريت ستيم. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو عندي مثال زي برج تقطير. برج التقطير عبارة عن وعاء جواه المواد البترولية ساخنة جدا، ودرجة حرارة برج التقطير ده ممكن تكون مثلا 600 درجة. متوفر عندي مادة قابلة للاشتعال، ومتوفر عندي حرارة كبيرة جدا، باقيلها بس يدخل لها شوية أكسجين وهتكون أجواء مثالية لتحقيق أي اشتعال. لو حاولت أرش على برج تقطير مولع مثلا مية، هو فعليا المادة المشتعلة جواه وعمالة تتسرب لبره مثلا، لكن أنا ممكن أستغل إن برج التقطير درجة حرارته عالية وأرش عليه كميات من المية، ينتج لي بخار فوري يقوم يعمل لي هالة من البخار حوالين برج التقطير ويطفي لي أي نار طالعة منه. ده المقصود بيه عملية إنتاج البخار في حاجة زي كده. طيب الإيميل يوسيفيكيشن دوت اللي هو بيتكلم فيه على إنك هتستعمل الطريقة ديت في الإطفاء مع مواد مش قابلة إنها تذوب مع المية أو تختلط مع المية، اللي هو إيه؟ أنا لو عندي إيه اللي يمنع إن إحنا نرش مية على مواد بترولية مولعة؟ إن بكل بساطة المواد البترولية كثافتها أقل، المية هتطلع تعوم فوقها. لو عملنا تجربة صغيرة وخدنا شوية من المواد البترولية ديت وحطيناها جوه إزازة ومعاهم شوية مية، هنلاحظ نفس التأثير، إن المواد البترولية هتعوم فوق المية، لكن لو رجناهم جامد هنلاحظ إن هما اختلطوا، وبعد شوية هيبدأوا إيه ينفصلوا من تاني. يبقى إذن إيه اللي خلاهم يختلطوا في الحالة ديت؟ الحركة العنيفة للسوائل. وده المبدأ اللي احنا قلنا، طب احنا لو حطينا رشاشات بشكل مباشر فوق مادة مشتعلة وبدأت ترش فيها المية باندفاع كبير جدا، ساعتها انا ممكن احقق نفس الهدف، انتج خليط من المية ومن السائل المشتعل لحد ما العملية تطفي. دي عملية معقدة وما بيتمش الاعتماد عليها كتير بشكل كبير عشان كده، وكمان بتحتاج كمان في بعض الاحيان انك تحط بعض المواد على المية عشان تغير من الفيسكوست بتاعتها مثلا او من الخاص بتاعتها عشان تقدر تحقق الموضوع ده. العملية دي نادرة جدا ان حد يقدر يستعملها او حاجة زي كده، فعلشان كده ايه ما فيش اعتماد كلي عليها. ده شرح ليها من خلال الهاند بوك 20 بتاع الكود نفسه. الديليشن هو هستعمله مع مادة قبل انها تذوب في المية. الديليشن معناه التخفيف. يعني ايه؟ لو انا عندي مادة مشتعلة زي مثلا الكحول، سبيرت الكحول والحاجات ديت قبل انها تذوب في المية، عند نسبة تركيز معين هتبقى فعليا غير قابلة للاشتعال لو ضربتها في المية بتركيزات معينة. طب انا لو عندي خزان كحول وحسبت التركيز اللي انا محتاجه، حصل ان الخزان ولع، ضخيت في مية وضمنت انها تمتزج مع الكحول، خلاص أصبحت بالفعل مادة غير مشتعلة، ده معناها عملية التخفيف. وهنا بيقول لك خد بالك احسب النسبة المطلوبة عشان تحول المادة بتاعتك لمادة نون فليمبل، ده معناها عملية التخفيف. الإطفاء بواسطة حاجة اسمها الأذر فاكتور. هنا الأذر فاكتور الكود حددها بإنك لازم تعمل طبقة من السائل بتاعك المية فوق الحاجة اللي مولعة، بشرط إن الحاجات دي تكون حاجات تقيلة زي إيه، زي الأسفلت والطار والحاجات ديت، والدنيست بتاعتك هتكون كبيرة لدرجة إنها توصل 1 جالون لكل 1 GPM لكل إيه فيت سكوير. في بعض المواد التانية اللي ممكن يحصل لها انحلال بمجرد ما تبردها بالمية، فممكن يكون عليها عوامل زي دي. دي تقدر تقول عليها نظريات فيزيائية أو حاجات زي كده. صعب جدا إن إحنا كمهندسين حريق نستعمل طرق زي دي، فإحنا بنحاول بقدر الإمكان نلتزم بالكود. لما نيجي نبص على الكود نشوف مثلا عملية الاكستنجش اللي هي بند 7.2 هنقدر نعمله ايه مع كيبل تري وكيبل ران. كيبل تري وكيبل ران قال لك ان انت ممكن تقدر فعليا تطفي كيبل تري مولع من خلال انك ترش عليه مية بمعدل 15 GPM لكل فيت سكوير. تعال نبص على صورة زي دي. تلاقي عندك هنا كده الخزانات اللي هي الفيسلز، مع تعريفها في الكود اللي هي الفيسلز، وعندك هنا كده بايب راك ماشي عليه مواد قابلة للاشتعال في المواسير ديت وغازات كمان، وعندك هنا الكيبل تري بتاعك ماشي ممكن ينزل تحت الأرض ويبقى اسمه كيبل ران ساعتها. فأنا ممكن يكون عندي الكيبل تري ده مهم جدا
ومحتاجين نحميه، ممكن يكون هو اللي بيتحكم في المنشأة بتاعتي بالكامل، فساعتها يبقى أفضل وسيلة حماية ليه إن أنت تركب له فيكسد سبراي سيستم. فيكسد سبراي سيستم هيعمل حاجة من الاتنين، يا إما هستعمله كإكستنجوش هيطفي لي لو حصل اشتعال في أي مكان، أو هستعمله كإكسبوجر بروتكشن لو أنا قلقان إن لو حصل حريق في أحد الخزانات ديت الحرارة تأثر على الكابلات بتاعتي، أو لو حصل حريق في أحد الأنابيب ديت حصل تسريب منه وحصل حريق الحرارة تأثر لي على الكيبل تري بتاعي. فهنا هنستعمل نظام الفيكسد سبراي سيستم كإكستنجوش أو كإكسبوجر بروتكشن. اكسبوجر بروتكشن مهم جدا، لان برضه لو حصل عندي تسريب من اي واحده من دول، بدات المواد القابله للاشتعال تقع على الارض، بعد شويه بدات تولع مثلا، الحراره شغاله من تحت هتبدا تاثر بشكل كبير على الكابلات، ممكن توقف المنشاه دي بالكامل وساعتها هتبقى خساره كبيره جدا. فعشان كده مهم جدا موضوع حمايه الكيبل تري. هنا الكود حدد زي ما اتكلمنا ان الريت بتاعنا او الدنست بتاعتنا هتكون 15%، وبيقول لك خد بالك جدا من عمليه الاوتوماتيك ديتكشن، يعني انا هحس النظام بتاعنا هيشتغل ازاي، عن طريق حاجه هتحس بارتفاع درجه حراره الكابلات مثلا او بدخان. لو انت هتتعامل مع الكابلات ان انت عايز تحط لها سموك ديتكتور مثلا، يبقى لازم تجيب حاجه بتحس باقل كميه دخان وحاجه سريعه الاستجابه جدا، بحيث ان انت تلحق حرائق الكابلات في بدايه. حرائق الكابلات ما بتنتجش كميات ضخمه من الحراره بسرعه، لكن في البداية بتاعتها بيكون العوازل اللي حواليها بتبدأ تشتعل وتطلع دخان. بيكون أفضل وسيلة فعلية إن أنت تحمي، إن أنت تعمل حاجة زي كده، إن أنت تستعمل مثلا حاجة زي اللينير هيت ديتكتور. ده بيكون عبارة عن سلك على شكل حساس تبدأ تحطه ما بين الأسلاك بتاعتك، لو أي سلك فيهم سخن هيبدأ يديك إشارة فورا وتبدأ تتعامل بيها. طيب النظام بتاعه هيفتح قالك اعمل انترلوك، يعني تبدأ توصل المنظومة بتاعتك بالأسلاك دي. لازم قبل ما تفتح مية على الأسلاك تكون فصلت الكهرباء عنها، فلازم تعمل ربط ما بين النظام بتاعك الدلوش بتاعك وما بين التحكم في الكهرباء اللي ماشية جوه الأسلاك دي. طيب لو حصل عندي احتمالية إن يحصل انسكاب لمواد قابلة للاشتعال تحت الكيبل تري، قالك اتعامل ساعتها على مبدأ الإكسبوجر بروتكشن، وبص على البند 7.4 وهنوصل له بعد شوية إن شاء الله. طيب النقطة التانية البيلت كونفيرس، السيور الناقلة، ده موضوع مهم جدا. السيور الناقلة بتكون عندنا في المصانع ووحدات الإنتاج بيكون عليها سيور بيتم عليها عملية الإنتاج. إيه المشكلة في الموضوع ده؟ المشكلة في الموضوع ده إن لو حصل حريق على أي سير المادة مولعة وهي بتتحرك، أولا المادة مش هياش بكمية كبيرة جدا، فبالتالي مش هتلحق تطلع كمية حرارة كبيرة تشغلي السبرينكلر لو موجود في السقف. ثانيا ان الماده نفسها بتتحرك على السير، ودي هتبقى المشكله، ان حتى لو سبرينكلر فتح وده شيء شبه مستحيل برضو، ساعتها من الميه مش هتوصل اساسا لان الحاجه المولعه هتكون اتنقلت. وبالتالي افضل حل لينا هيكون هو الفيكسد سبراي سيستم. حتى لو انا بستعمل مصنع مثلا ورق، مصنع نسيج، مصنع خشب، الرشاشات في الحاله ديت ما هتنفع، مش هتنفع، لازم تستعمل الفيكسد سبراي سيستم. هنا بيقول لك ان انت لما تيجي تستعمل الفيكسد سبراي سيستم كنظام اطفاء لعمليات السيور والحاجات ديت، لازم ترش ميه على الهيدروليك اويل وعلى السيور وعلى الحاجه اللي على السير نفسها وعلى الدرايف يونت، حتى على المواتير الكهرباء، الحاجات دي كلها لازم تكون مجهز نفسك انك ترش على كل شيء، لان يعني زي ما قلت مفيش رشاشات في السقف المفروض، فانا معتمد على كل شيء يتم حمايته بواسطه النظام بتاعنا. هنا الكود بيكلمك على حاجة اسمها الووتر سبراي امبيجمنت، اللفظ ده معناه ارتطام عنيف. لما تسمع عن اللفظ ده مع أي نظام لازم تفهم إن الكود يقصد إنك تستعمل حاجة اسمها الهاي فيلوسيتي نوزل. النوزلات اللي هنستعملها في النظام بتاعنا مقسومة لحاجتين، الميديم فيلوسيتي نوزل والهاي فيلوسيتي نوزل. هاي فيلوسيتي نوزل دوت بيحقق لي سرعة عالية جدا لقطرات المياه، وبيصغرها بحيث إنها لو قابلت السطح تقدر تخترقه، قبل الكراتين مولعة تقدر تخترقها، قبل الزيت مثلا تقدر تخترقه. وبالتالي كلمة امبيجمنت معناها استعمال هاي فيلوستي نوزل، تمام كده. غير كده يبقى انا مسموح لي استعمل الميديم فيلوستي نوزل اللي هي ايه العادي. ميديم فيلوستي نوزل غير السبرينكلر، هو ده الفرق بين الاثنين. ما ينفعش اجيب سبرينكلر مثلا واروح جاي كاسر الازازه بتاعته واستعمله كنوزل، لا مش اساسا ده سبرينكلر، مش محقق انه حتى ميديم فيلوستي نوزل. هنا الكود بيكلمك بيقول لك خد بالك برضو ان انت هتحتاج فيكسد سبراي للنظام للحوامل نفسها بتاعت السيور وللحاجات ديت كلها عشان تحميها من الحراره. يقول لك كمان لازم تعمل انترلوك ما بين ايه
يعني ايه انترلوك؟ يعني لازم النظام بتاعي ما يجي يفتح ابدا بقى اوقف السيور واوقف الماكينات واوقف المواتير واوقف كل حاجه، حتى كمان البضاعه اللي جايه لي من الفيد اللي هو من المخزن نفسه. اي مصنع مكون من او خطوط انتاج ليه مخزن للمواد الخام، منطقه انتاج، مخزن للمواد بعد تصنيعها، فلازم فورا ابدا اوقف حتى المكن اللي جايب لي من مخزن المواد الخام. فده معناه الانترلوك. طيب هنشغل نظام لقدين؟ قال لك ان النظام بتاعك تحسبه انه هيشتغل لمدة ساعة وما تنساش تضيف 250 جي بي ام للصناديق بتاعتك للهوز بتاعك. فاذا نظام الاطفاء للسيول والحاجات دي كلها وخطوط الانتاج تحسب على ساعة. تمام. الدرايف يونت، الدرايف يونت هنا بيكلمك ان انت لازم تحمي الرولات، لازم تحمي التيكاب رول، هنشوف هي ايه دلوقتي، والباور يونت الهيدروليك اويل، يعني بيكلمك احمي كل شيء تقريبا هيقدر يدير منظومة السيور. طيب نحميها ازاي؟ قال لك هترش عليها مية بمعدل 25 من 100 جي بي ام لكل فيت سكوير على الرولات وعلى البلت. تمام. بيقول لك خد بالك من السيور نفسها، ان انت المفروض ترش عليها مية من تحت كمان على البوتم ريتيرن، يعني مش من فوق بس، لازم من فوق ومن تحت. تمام. تعال نبص على المثال ده. ده كده اللي هو الرول اللي هو الدرفيل او الايه الرول اللي هيلف عشان يتحرك عليه السير. بيقول لك ان انت هتبدا تحط رشاش لكل رول زي ما انت شايف كده، بحيث ان الرول نفسه لازم يكون محمي. الرول ده طبعا مرتبط بموتور بيشغله، فان برضه وحده الموتور او وحده الزيت لو هو شغال بالهيدروليك لازم تكون محميه هي كمان بالفيكس سبراي سيستم. ده اللي هو التيكاب رول اللي هو ده اللي هو بياخد السيور من تحت ويرجعها لفوق بالشكل ده. لازم برضو هنبدأ نحط عليه رشاشات. استير هو راجع زي ما حضرتك شايف محطوط عليه رشاشات، استير من فوق محطوط عليه الرشاشات بتاعتنا اللي هي النوزلات بتاعتنا اللي اقصد بيها النوزلات. فإذا لازم تبدأ تحمي كل الدرايف يونت اللي هي الرولات دي كلها بالرشاشات النوزلات بتاعتنا. نيجي للستير نفسه. الستير نفسه اهو وعليه كراتين من المواد بتاعتنا، بتبدأ تنزل من الديتكتور محطوط فوق وبتبدأ تنزل من خلال المين بتاعك، تعمل كروس مين وتنزل بيه ببرانش لاين وتركب اهوت هاي فيلوستي سبراي نوزل زي ما قلنا كده علشان تحقق عملية الإطفاء للحاجة اللي ماشية على السير. الحاجة اللي ماشية على السير وارد تكون كيراتين وارد تكون أي شيء، محتاجين إن المية تكون بتتحرك بسرعة عالية وتقدر تخترقها، فعشان كده هيركب الهاي فيلوستي نوزل ونزل تحت هنا وركب على الريتيرن بيلت، ركب عليه هو كمان نوزل زي ما حضرتك شايف هنا كده. هنشوف المثال دلوقتي بشكل أوضح كمان. في عندنا حاجة اسمها الهود كونفير. الهود كونفير يعني أنا ممكن يكون عندي السير النقل بتاعي محطوط عليه حاجة تحميه بالشكل ده كده، علشان المنتج مثلا المفروض ما يتعرضش للجو أو حاجة زي كده. فهنحميه إزاي؟ قالك إن جوه الهود ده نفسه أبدأ أحط الهيت ديتكتور بتاعي وأدخل جوه الهود نفسه وأركب النزلات بتاعتي اللي أنا محتاجها. تعال نشوف مثال عملي على كده. ده كده خط انتاج اهوت عباره عن سيور بتتحرك ماشي انت فوقها بالنظام بتاعك وبتبدا تسيب الرشاشات وتوزيعها، وهنشوف توزيعها ازاي في الامثله اللي هنعملها بعد كده ان شاء الله. ده مثال على الهود كونفير. الهود ده هود اهوت زي ما انت شايفه جواه سيور بتتحرك ماشي انت حواليه، بتبدا تخش وتسيب النزلات جواه بحيث لو حصل حريق جواه كمان نقدر نكافحه. تعال نشوف مثال على كده. مثلا ده فيديو من اليوتيوب لعملية اختبار أنا لقيتها ممكن يفيدنا. ده خط إنتاج أو سير زي ما حضرتك شايف، فتح عليه الفيكسد سبراي سيستم زي ما حضرتك شايف كده، مفيش أي رشاشات في السقف في المثال ده، يعني ده تصميم صحيح جدا لوحدة إنتاج. هنا كل خط الإنتاج متغطي بالكامل بمية وهيحقق عملية إطفاء أفضل بكتير جدا من الرشاشات اللي في السقف، فهو ده أفضل مثال. لو حصل حريق عندي هنا الكرتونه اللي مولعه تبدا تتحرك على السير، كميه الحراره طالعه منها عمرها ما هتشغل الرشاشات اللي في السقف، فافضل حل هو عمليه الاطفاء بالمثال اللي قدامنا ده. مثال كمان برضو من اليوتيوب بيتكلم هنا حاجه زي مصنع او منشاه مثلا، كلمك هنا ان كل السيور هو حاطط عليها برضو زي ما انت شايف كده الفيكسد براي سيستم بتاعنا ماشي على السيور وعلى كل حاجة، نفس الكلام في أي مكان في السيور حط عليه النظام بتاعنا.
ده الهود كونفير، لو ده هود بينقل الهود كونفير ده استير عليه هود حميق برضو بتبدأ تحط عليه الشكل ده زي ما شفناه برضو في صورة حية من شوية. تمام كده، بيديك مثال بقى لو حصل حريق تبدأ الأنظمة بتاعتك تشتغل وتحقق عملية الإطفاء بالفعل زي ما شفناها من شوية في المثال اللي شفناه. وبالتالي عملية تصميم خطوط الإنتاج هتكون بالفيكس سبراي سيستم وليس بالسبرينكلر سيستم. طيب عملية الكنترول اوف بيرنينج بقى، لو عايزين نبدأ نتحكم في حريق، الهدف من الكنترول اوف بيرنينج ان احنا ما ننقلش الحريق لمكان تاني، وان احنا نحاصر الحريق لحد ما ينكونسيوم يعني المادة المشتعلة تخلص، او قال لك ستيبس تيكن يعني تاخد خطوات انك تقفل التسريب بتاع الحاجة اللي مولعة. هنا الكود يقصد الوقت، انا هحدد الوقت ازاي اللي انا محتاجه للكنترول اوف بيرنينج. يعني انا في السيور قلت لك السيور الناقله قبل كده قلت لك احسب على ساعه، طب هنا هتحسب على قدين؟ الكود ما حددلكش وقت، الكود سابها لك كمصمم ان انت تعمل كنترول اوف بيرنينج لحد ما الحاجه بتاعتك تخلص او تاخد خطوات انك تقفل التسريب. الكود كذلك استعمل لفظ امبيجن هنا اللي هو ان احنا مقصود بيها ان احنا هنستعمل الهاي فيلوسيتي نوزل، وبيكلمك هنا ان انت لازم تبدا تبقى عامل حسابك انك تحط النزولات في كل مكان متوقع فيه ان يكون مصدر للحريق، او متوقع فيه انسكابات للمواد ديت او تجمعات للمواد دي. طيب هنعمل كنترول بدنستي قدين؟ الكنترول هيتحقق بدنستي نص جي بي ام لكل فيد سكوير، فده هو الدنستي اللي احنا هنعمل بيه كنترول اوف بيرنينج. يقول لك مش اقل، يعني ممكن يزيد طبعا يزيد عادي. اول حاجه في الكنترول اوف بيرنينج ان انا مثلا لو عندي بمبات او كمبرسورات او مواد او ريليتد ايكويبمنت بتتعامل بالاخص مع فليمبل ليكويد او غازات قابله للاشتعال او سوائل قابله للاشتعال، ساعتها قال لك انك تحميها بالكامل الشافت والسيل وكل حاجه فيها كل الكريتيكال بارتس بمعدل ما يقلش عن نص جي بي ام لكل فيت سكوير. يعني حتى يعني انا لو عندي سير، انا لو عندي مضخه بتنقل ماده بتروليه قابله للاشتعال مش هرش عليها فوم، لا ارش عليها استعمل معاها الفيكسد سبراي سيستم، ارش عليها فوم لو انا ناوي اطفيها بالكامل. ولازم ده طريقه تانية في التصميم، لكن انا بكلمك لو هتعمل كنترول اوف بيرنينج يبقى انت بتتكلم على الفيكسد سبراي سيستم. ده مثال لكده، ديت وحدات الضخ بتاعت الخزانات ديت معمول عليها الفيكسد سبراي سيستم زي ما احنا شايفين بالشكل ده، واكيد كميه الميه اللي نازله بالشكل ده لو متصممه طبقا للكود عمرها ما هتنقل الحريق سواء للخزانات او التنكات او للحاجات اللي جنبها. يعني بكل بساطه محاصرين الحريق عشان ما يتنقلش لحد ما يطفي. تمام، في حاجه اسمها البول اوف فاير، احواض قابله للاشتعال. يعني ايه؟ يعني انت عندك في المصانع ديت بيكون بيعملوا احواض عشان يجمعوا فيها التسريبات، يعني حصل تسريب من خطوط، حصل تسريب من خزانات، هنبدا نجمع الكلام ده في احواض، فالاحواض دي نفسها وارد انها نفسها تكون قابله للاشتعال. عشان تعمل عليها كنترول اوف بيرنينج وتمنع الحريق انه يتنقل محتاج ترش عليها بمعدل 3 من 10 جي بي ام لكل فيت سكوير. تعال نشوف مثال على كده، انا عندي خزان وحواليه حاجه زي حوض صغير كده حواليه، حصل تسريب من الخزان بدا الحوض نفسه يولع، فده يكون اسمه البول اوف فاير، وفي بول اوف فاير ساعات بيكون كبير جدا. افضل حل للبول اوف فاير انك تطفيه باستخدام الفوم مش الفيكسد سبراي سيستم، لكن الفيكسد سبراي سيستم معمول علشان لو انا عندي حاجه صغيره جدا مش محتاجه او مش مستاهله او ان انا احط عليها نظام فوم، فخلاص الكود بيديك اوبشن ان انت تستعمل فيكسد سبراي سيستم وتستعمل الميه مع حريق زي دوت مفيش مشكله، لكن الافضل طبعا يكون نظام فوم. موضوع الاكسبوجر بروتكشن، الاكسبوجر بروتكشن هنا الكود بيتكلم فيه ان انت هتبدا تحمي شيء عن طريق ان انا هرش عليه ميه عشان امنعه يسخن ويمتص حراره من الحاجه اللي جنبه. بيقول لك هنا ان انت لو هتحمي فيسل زي ما قلنا اللي هي الخزانات او بتاعه الغازات او بتاعه المواد القابله للاشتعال مثلا، قال لك انك هترش على كل مكان فيها، على التوب وعلى البوتوم وعلى كل مكان فيها بمعدل ما يقلش عن 25% جي بي ام لكل فيت سكوير من الاكسبورت سيرفيس. هنشوف مثال على كده دلوقتي ونفهم الموضوع ده. طيب الخزانات دي بتكون كبيرة جدا، هتحتاج كمية رشاشات ضخمة، طب ايه الحل؟ الكود قال لك في حاجة اسمها الران داون. ايه هو موضوع الران داون ده؟
انا لما ابدا ارش اما يبدا الرشاش يفتح على اي سطح من الخزانات ديت، هتبدا الميه تمشي على السطح دوت وهي نازله لتحت، وبالتالي ممكن تحقق لي برضو عمليه تبريد الخزان، وبالتالي انا ممكن استفيد من الميه اللي هي نازله بشكل طبيعي ران داون ان انا احقق الاصطفاء. فقال لك اعتمد على الران داون مفيش مشكله، وبحيث انك تخلي المسافه ما بين اللوبتين ما تعديش 3.7 متر. ازاي؟ تعال نبص بقى على المثال ده. ده مثال على خزان احنا عايزين نعمل له اكسبوجر بروتكشن، يعني في خزان جنبه مثلا ولع، الخزان اللي جنبه اللي ولع هيبدا ياثر على ده، هيبدا يسخن جواه مواد قابله للاشتعال، لو سخنت توصل الفلاش بوينت مثلا تبدا تتبخر، ساعتها مشكله كبيره جدا. فاحنا هنفتح هنحط عليها الكولينج سيستم بتاعنا اللي هو الاكسبوجر بروتكشن سيستم، ويبدا يشتغل عليها يقوم يبردها. طيب التبريد قلنا هيتحقق من خلال الدنسيتي اللي احنا ذكرناها دلوقتي اللي هي 25 مم جي بي ام لكل فيت سكوير، والمسافه من هنا لهنا المفروض ان انا اعمل ايه؟ اعمل اوفرلاب في تداخلات الرشاشات، يعني المفروض ان اللوبات دي تكون قريبه جدا من بعضها، لكن في الران داون ان المايه اللي اتفتحت من هنا هتبدا تنزل على جسم الخزان، فده سمح لي ان اخلي المسافه ما بين ده وما بين ده كام؟ 3.7 متر حسب ما الكود قال. يبقى اذا باستخدام خاصيه الران داون خلينا المسافه بين ده 3.7 متر، لكن المسافه ما بين نوزل وما بين نوزل لازم تكون محققه تدخلات في الرش، بحيث ما يبقاش في اي مكان في جسم الخزان ما بيتمش تبريده، يعني لازم المايه تكون واصله لكل جسم الخزان. موضوع الران داون دوت ممكن ما ينفعنيش في حاله ان جسم الخزان نفسه فيه بروزات زي هنا مثلا، ساعتها مثلا ما ينفعش، لا المايه هتيجي هنا وهتسيب الجسم ده، فلازم اقرب اللوبات من بعضها، يبقى لازم اضمن ان جسم الخزان املس تماما عشان المايه تتحرك عليه، اما لو في اي بروزات او اي عوائق لحركه المايه بشكل طبيعي عليه ساعتها خاصيه الران داون مش هتنفع، وهضطر اقرب اللوبات ديت من بعضها. ده كده هو موضوع الران داون، واستفدنا منه ان احنا خلينا المسافه بين اللوبات توصل ل 3.7 متر. ده تعريف الران داون في الكود، ان هو ايه؟ حركه المياه على الاسطح اللي جايه من خلال الطاقه الحركيه اللي اكتسبتها المياه او من خلال الجرافيتي نفسها. الكود هنا بيقول لك خد بالك ان المسافه الرأس الافقيه ما بين النزلات لازم تكون محققه اوفرلاب. احنا قلنا الافقيه تحقق لكن الرأسيه مش شرط، ممكن عشان خاصيه الران داون. طيب الخزانات السفير، الخزانات القرويه او الخزانات الهوريزونتال بيبقى فيها مشكله ان خاصيه الران داون ممكن تنفع لحد نص الخزان بس، اما من تحت ما ينفعش. ليه؟ هو هنا حتى الكود بيقول لك ايه، ان انا ما اقدرش اعتمد على الجزء اللي تحت انه يكون بوتابل فروم ذا ران داون، ما اقدرش اعتمد على خاصيه الران داون في الحاله دي. ازاي؟ ده خزان سفير على بيكون استخدم اكتر مع الغازات والحاجات ديت. لو انا بدات ارش ميه من اي مكان من فوق هتبدا الميه تنزل على جسم الخزان باستعمال خاصيه الران داون، ما عنديش اي مشكله، هتيجي عند النص وهتبدا تنفصل وتقع بشكل راسي لتحت، وديت هي المشكله كلها، ان هنا الجزء اللي تحت ما بعدش فيه ران داون اساسا، وبالتالي ما ينفعش اصمم الجزء اللي تحت على خاصيه الران داون، لكن ينفع اصمم اللي فوق بس. ده اللي الكود يقصده. مثال على كده مثلا هو تصميم جميل زي ده. تصميم جميل زي ده هو حط لوبه فوق اهيت، اللوبه اللي فوق دي هتبدا ترش الميه باستخدام الران داون، هتبدا تنزل الميه على جسم الخزان ويبدا يحصل لها انفصال عن جسم الخزان هنا وتقع بشكل راسي، عشان كده بدا يحط رشاشات كتير على الجزء السفلي من الخزان ده. ده مثال للحاجه ديت وهي شغاله، ان اللوبه اللي فوق بالفعل قدرت باستخدام الران داون تنزل الميه على جسم الخزان كله لحد هنا، ومن تحت اضطر يحط لوبة تانية مثلا علشان يقدر يعادل الموضوع ان المية انفصلت عن جسم الخزان. هنا الكود بيكلمك بقى هنا في الانكس، هنا شروحات اضافية من الانكس اللي يحب يقرا عنها واللي يحب يفهمها اكتر. الكود بيكلمك عن تجربة هو عملها، وان كمية الطاقة اللي هيتم امتصاصها من خلال المية هتكون قد كده وهكذا، دي كلها تجربة مش اكتر. وهنا خد بالك الكود بيقول لك كمان خد بالك ان انت ممكن تعلي كمان الدنستي لو احتجت الحاجه زي كده. هنا ده بعض التفاصيل اللي ذكرها الكود لتوزيع الرشاشات والمسافات المتوقعه ما بينها. احنا هنعمل امثله ان شاء الله حيه وهندرس بالظبط ازاي هنوزع الرشاشات. هنا خزان راسي فاستعمل خاصيه الران داون وخلى عندي المسافه تكون 3.60 متر او 65 سم، حاطط فوق الخزان، حاطط في جوانب الخزان في كل مكان،
احنا هنشرح الكلام ده بالتفصيل في المثال بتاعنا ان شاء الله. دي من ضمن تفاصيل التجربة اللي الكود بيتكلم عنها للي يحب يطلع عليها. يعني هنا الكود قال لك ان انت لو عندك مثلا خزان قطره 15 متر وكان جواه 300,000 جالون، هياخد تقريبا وقت، تطلع هنا كده هياخد وقت تقريبا في حدود ايه 25 تقريبا 30 دقيقة او ازيد شوية علشان ترتفع درجة حرارته لحد الفلاش بوينت لما هو كان بدأ التجربة من كذا، ويشرح لك تفاصيل التجربة لو انت تحب تطلع عليها. نكمل في موضوع الاكسبوجر بروتكشن وننقل على موضوع تاني الا وهو حماية الاستراكشر نفسه. لو انا عندي بناء معدني او هيكل معدني وبيكون موجود جدا جوه المصانع بتاعة البتروكيميكال، اقدر احميه باستعمال النظام ده، لان الحاجات ديت لو سخنت المقاومة الحديد للإجهادات اللي عليها تقل وارد يحصل انهيار للبناء نفسه. فعشان كده الكود كلمك ان انت تقدر تعمل حماية من الاكسبوجر لو الحاجة دي متوقع ان يحصل تحتها تسريبات لمواد مشتعلة، فتقدر تحط عليها 1/10 GPM لكل فيت سكوير، وبالشكل ده تعمل ويتد سيرفيس يعني تبدأ تبرد الأسطح بتاعتها. ده الجزء الهوريزونتال من المبنى اللي هو جزء كأنه الايه الأفقي بتاع المبنى. لكن انا بيقول لك لو مدهون ب فاير ريزيستنس انسيوليتنج خلاص مفيش مشكله ان انت تلغي النظام ده اعتمادا على ان عندي فاير ريزيستنس. اما الجزء الفيرتيكال من الاستراكشر هتقدر تحميه بس باستعمال 25 100 GPM لكل فيت سكوير، وبرده لو مدهون ب مواد لو مدهون ب او معزول بحاجه فاير ريزيستنس خلاص مفيش داعي ان انت تركب الفاير بروتكشن سيستم دوت الفيكس سبراي سيستم. الحقيقة إن أنا مشوفتش حد خالص عامل النظام دوت يحمي استراكشر معين في الأغلب، لأن بيكون بالفعل الاستراكشر دايما متهون بمواد قابلة قصد مواد مقاومة لعملية الاشتعال. طيب نتكلم كذلك عن حاجة اسمها الاستراكشر ميسلينيس ايكوبمنت، هنا الميتال بايب والتيوب والحاجات دي اللي هي ايه الركات نفسها. انا لو عندي مجموعة ركات بتاعت شايلة مواسير زي ما انت شايفها كده، وتحتها في المضخات والكمبرسورات والحاجات اللي بتغذي المواد القابلة للاشتعال، تطلع تمشي على البايب راك زي ما حضرتك شايف كده. عندي هنا أكتر من خطورة، عندي أكتر خطورة هنا إن لو حصل اشتعال في الوحدة ديت، الاشتعال في الوحدة ديت هيبدأ يسخن المواسير اللي فوقها وارد تشتعل هي كمان، وساعتها هتقدر تنقل الحريق لأماكن كبيرة جدا. فلازم نحمي المواسير اللي ماشية فوق ديت باستعمال الفيكسد سبراي سيستم. طيب هنحقق الموضوع ده ازاي؟ كود قال لك هنا خد بالك ان انت لما تيجي تحمي حاجه زي كده فيها بايبات او تيوبات او كوندتس او اي حاجه، هتبدا ترش عليها ميه من تحت من الاندر سايد اوف بايب. ليه؟ انا الحريق بادئ عندي من هنا من تحت، الحراره بتطلع لفوق، ما اجيش انا ارش ميه على المواسير دي من فوق، لا الخطوره جايه من تحت، يبقى انا هبدا ارش ميه عليها من تحت. فده الهدف من الموضوع ده، دي اهم نقطه ان انت هترش عليها ميه من تحت مش من فوق. طب افرض انا مش عارف ارش عليها من فوق من تحت، يعني في حاجز في اي حاجه، خلاص اذا اضطريت يبقى انت هترش من فوق، لكن الاصل ان انت هترش من تحت. بيقول لك ما تبعدش عن الحاجه اللي هترش عليها اكتر من 80 سم. طيب لو عندي اكتر من ليفل، لو عندي اكتر من ليفل هنتصرف ازاي؟ تعال نشوف دلوقتي هنعملها ازاي. وبيقول لك خد بالك برضو ان انت لازم تحمي البناء المعدني نفسه، واحنا شرحنا ازاي هنحمي البناء المعدني اللي هو الاستراكشر نفسه في الفصل اللي قبلنا على طول. لو عندي اكتر من ليفل يعني البايب راك بتاعي عليه اكتر من صف من المواسير والحاجات دي، قال لك اهم حاجه ان الصف اللي تحتاني، الصف اللي تحت خالص لمواجهه الحريق، هيكون الفلو بتاعه قد كده. لو على الصف عدد الصفوف بتاعتي 1 او 2 او 3 4 5 6 او زياده، فدايما الصف اللي تحت هيكون تحميه بالمعدل ده. الصف اللي فوق هتحميه اكيد بمعدل اقل، لانه بالفعل ما عادش وصل له نفس كميه الحراره اللي واصله تحت. تمام كده، فهو ده الهدف من الموضوع ده. طيب الكابل تري والكابل ران، هو ايه اللي يخلينا اصلا نفكر نعمل اكسبوجر بروتكشن لكابل تري؟ المثال اللي احنا كنا اتكلمنا عليه من شويه، لو عندي مثال زي دوت لو حصل اي اشتعال جنب الكابل تري الموضوع هيكون خطير جدا. شرحنا قبل كده عمليه الاطفاء هتتم ازاي، دلوقتي بنتكلم لو هنعمل لها اكسبوجر بروتكشن. قال لك ان انت هتحقق 3 من 10 GPM لكل فيت سكوير. ما تنساش ان عملية الاطفاء كانت بتتم ب 15%، وبالتالي بالفعل لو انا عامل نظام على الكيبل ترين، نظام فيكس سبراي سيستم، اعماله ب 3 من 10 هيحقق لي الهدفين، هيحقق لي
سواء عمليه اطفاء او سواء عمليه اكسبوجر بروتكشن. وارد ان انا اساسا مش محتاج الاكسبوجر بروتكشن في محطه كهرباء مثلا، ما عنديش كميات من مواد كبيره هتولع وتعمل لي عمليه اكسبوجر، ما انا محتاج عمليه اطفاء فقط لا غير، وبالتالي يكفيني الميه اللي هي بمعدل 15 من 100 جي بي ام لكل فيت سكوير. دايما كان في اعتقاد ان الكابلات اللي ماشيه تحت الارض والحاجات ديت المفروض نحط مثلا عليها اف ام 200 او حاجه زي كده. لا، انت بمجرد ما يحصل حريق الكهرباء هتفصل عن الكابلات ماده عاديه جدا مشتعله تقدر ترش عليها ميه استعمال الفيكسد سبراي سيستم. اما لو في خطوره للسبيل اوف فاير يبقى انت ساعتها هتشتغل على عمليه الاكسبوجر بروتكشن اللي هي 3 من 10. وبيقول لك خد بالك ان انت في الحاله ديت هتبدا ترش الميه من فوق ومن تحت ومن الجوانب، يعني بيقول لك غطي الموضوع كله حتى على السبورت نفسه على الراك نفسه اللي هو الاستراكشر اللي شايل الكابلات نفسها. في فكره تانية اسمها الفريم شيلد. الفريم شيلد، الفريم شيلد يعني ايه؟ يعني انا متوقع ان يحصل احتراق من تحت، احتراق من تحت الغازات الساخنه تبدا تطلع لفوق، اقوم اركب ايه؟ اركب حاجه زي كده ماشية الكابلات جواها تبقى حماتها من الفليم بشكل مباشر، يبقى ده اسمه فليم شيلد. أما هنا مفيش فليم شيلد، راكب اللادر هيتعرض بشكل مباشر. الفليم شيلد هيسمح لك إنك تقلل الدنيستي لحد 15 من 100. لو أنا عايز أعمل فليم شيلد يعني عايز أجيب مثلا لوح صاج وأحطه، قال لك مفيش مشكلة، لكن خليه 15 سنتي طالع شمال ويمين من الكابلات عشان يكون إيه، يحقق العملية ديت in order to deflect flame عشان يبعد الفليم عن الكابلات. آخر موضوع هنتكلم فيه اللي هو المحولات، والمحولات موضوع مهم جدا ومنتشر في محطات الكهرباء في المصانع كلها، كل شيء فيه محولات. محولات تقدر تحميها باستعمال أنظمة المائية مفيش أي مشكلة، لأن فعليا لو محول حصل فيه مشكلة هيفصل وهتبدأ ترش على مياه بدون أي مشكلة. معظم المحولات حتى أو الدور والدنيا بتشتغل عليها ومفيش أي مشكلة. فاحنا بالفعل هنقدر نحقق عملية إطفاء حاجة كهربائية زي محولات أو مهتير أو أي حاجة زي كده تستعمل الأنظمة بتاعتنا بدون مشكلة. هنا الكود بيكلمك أنت هتعمل عليها إمبيجمنت اللي هي قلنا معناها إن أنا هستعمل الهاي فيلوسيتي نوزل، وبي بيكلمك إن أنت لازم ترش على كل الأماكن عليها فوق وتحت ومن كل مكان، وإن أنت حتى لو ما قدرتش ترش من تحت عليها يبقى أنت من تحت عليها من تحت يبقى أنت المفروض ترش حتى على الأرضية اللي حواليها. معدل الرش بتاعك المطلوب على المحول يكون 25 من 100 جي بي ام لكل فيت سكوير، وبالنسبة للأرض اللي حوالين المحول تبدأ ترش عليها بمعدل 15 من 100 جي بي ام لكل فيت سكوير. تعال نشوف مثال زي ده. المحول ده أنا لو بدأت أحط عليه سيستم يرش عليه مية هاجي لأن حوالي من تحت مش هقدر أرش عليه من تحت. طيب إيه الحل؟ قالك إنك هترش مية على الأرضية نفسها وبالمعدل اللي اتذكر زي ما شفنا. ده المثال اللي في الكود اللي بيتكلم عن المحولات، واحنا برضو ان شاء الله هناخد مثال عملي هيحقق لنا، هناخد فيه تصميم كامل للمحولات ونشوف بتتعمل ازاي. وده المثال اللي في الكود، حاطط لوبات حوالين المحول زي ما حضرتك شايف، وحاطط رشاشات حوالين المحول في كل مكان، كذلك من فوق من تحت كل مكان في المحول لازم يكون واصل له ميه من المعدل اللي قلنا عليه هنا. بيقول لك ان انت النظام بتاعك المفروض يكون شغال لمده ساعه وتزود عليه كمان ال 250 جي بي ام بتوع الهوز. بيقول لك خد بالك ان المحول ده ما تروحش تمشي فيه على حاجات معينه زي ايه، زي الكابينه بتاعته، زي طبات الصيانه، زي الحاجات دي، الا لو اضطريت ومفيش حل تاني خلاص يبقى مفيش اي مشكله. ويقول لك خد بالك ما توجهش الميه بتاعتك بشكل مباشر للحاجات اللي عليها جهد زي الايه، زي المخارج بتاعة المحولات نفسها والمدخل بتاعه. لكن احنا في كل الأحوال لو هنفصل المحول، لو هنعمل ربط ما بين المحول والنظام بتاعنا، مفيش أي مشكلة إن أنت بالفعل هتكون طفيت المحول. آخر موضوع هنا هو الفليم فيبر ميتيجيشن. ده بند جديد خالص، ده بند بيتكلم عن عملية تخفيف للأبخرة. لو عندي مكان جواه أبخرة قابلة للإشتعال بدأت أرش جواها مية بحيث إنها تقلل فرصة الاشتعال والحاجات ديت، ممكن تحقق عملية اطفاء من كده. لكن الكود للأسف ما ذكرش طريقة ولا ذكر الموضوع. تقدر تقول ان دي عملية فيزيائية هتحتاج ان مش انت كمهندس حريق ان انت اللي تصممها. كده تكون انتهت المحاضرة بتاعتنا اللي اتكلمنا فيها شوية عن الديزاين اوبجيكتيف. هنكمل الكلام المرة الجاية ان شاء الله، وهنبدأ بعد كده ناخد امثلة تصميمية ونبدأ نشوف هنصمم الحاجات ديت ازاي في الواقع.